مساء الخير، وصلنا لليوم الثالث من Property Yours. حديثنا مستمر مع أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة وسابقا مصرفي ذات خبرة 25 سنة بمجال مصارف الأعمال السيد زياد حايك، لمواكبنا خلال كل هالأسبوع لنحكي عن وضع السوق العقاري بلبنان. حديثنا اليوم رح يتناول تفاصيل عن الاستثمار والقروض السكنية. كل تفاصيل حلقة اليوم بأديتوريال. أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة السيد زياد حايك، بونسوار. بونسوار. حضرتك موجود معنا خلال كل هالأسبوع، ووصلنا اليوم لنحكي عن القروض المصرفية والاستثمار أكيد بالقطاع العقاري بلبنان. كيف بتقيم سوق القروض المصرفية أو العقارية إذا فينا نقول بلبنان؟ المصارف عم تزيد، نسبة القروض العقارية من محفظة التسليفات يلي عندها إياها. نعم. يعني اليوم صارت نسبة التسليفات تقريبا 53% من محفظة المصارف. نعم. هذا أول شيء. ثاني شيء هو إنه هالتسليفات هذه، هالتسهيلات اللي عم تعطيها المصارف، عم بتساعد كتير بنمو القطاع العقاري. أكيد. بعدة مناطق بلبنان. نعم. يمكن بالأول ما كان عندها قدرة تحصل بسهولة على قروض مصرفية. مزبوط. يعني إذا نطلع على منطقة البقاع مثلا، البقاع زاد ما بين 2009 وال 2012 زادت نسبة رخص البناء 39%. أنا ما عم بحكي على كيجر، يعني منا كيمولاتيف متراكمة، ولكن زادت 39%. يعني ليكون في هالقد بنا جديد يعني في تسليفات عم بتصير، لأنه أكيد ما عم بي مولوع يعني من أموالهم الخاصة الناس. برأيك هل زاد الطلب على القروض المصرفية من قبل المطورين أو الديفلوبرز؟ أكيد طبعا، هن يعني صار يفهم أكيد تشجعوا كمان. طبعا صاروا يفهموا، يعني صار شركات المطورين بلبنان بيعرفوا أنه you can leverage your capital investment، ليصير مردود على الإكويتي investment أعلى، وهذا الشيء عم نشوفه وين ما كان وبكل يعني بكل لبنان. وهيك مش بس منلاقي، لكن العمار اكيد والبناء عم بيصير بالبيروت مثل ما حكينا امبارح بحلقه امبارح، وكمان اكيد مثل ما حضرتك ذكرت هلا بالبقاع، وان شاء الله كمان النمو هيدا بيصير بغير مطارح جبل لبنان 15%. هل في اي خطه جديده من قبل السلطات اللبنانيه لتحسين اكيد الوضع العقاري بلبنان؟ طبعا اكيد في، يعني مصرف لبنان عم بيشتغل، كان هو عاطي للمصارف قدرة تسليف، قدرة تسليف لحد معين. نعم. بقروض مدعومة، الفايدة مدعومة. أكيد. ومؤخرا قرر مصرف لبنان يزيد هالمبلغ هيدا مليار دولار. كتير بيساعد. أكيد. مليار دولار أكيد هيدا بيضخ سيولة كتير مهمة بالاقتصاد اللبناني. هو الحقيقة هي هيدي العمليات او المبادرات اللي عم بيقوم فيها مصرف. نعم. لبنان هي عم بتخلي بلدنا يضل يزدهر اكثر، يضل ماشي اقتصاده رغم كل التحديات اللي عم نواجهها. اكيد ان شاء الله دائما عن جد ما نواجه تحديات مثل ما عم نواجههم هلا، ويضل مزدهر القطاع العقاري بلبنان. سيد زياد حايك، بدي اشكرك كثير على كل هالمعلومات، وبرجع بذكر انه حضرتك امين عام المجلس العالي للخصخصه. حديثنا رح يكمل بكرة، رح نحكي أكثر عن السياسات أو القوانين المتبعة أكيد بالنسبة للقطاع العقاري بلبنان. من كل بد. مرسي. بريك صغير ومنرجع منتابع Property Yours. رجعنا سوا من بعد البريك، وهلا Your Properties. جولة جديدة مع شادي بمرافقة كاميرات Property Yours. نحن بالحازمية وتحديدا بمنطقة نيو مرتقلة لنتعرف على مشروع جديد اسمه Elite Pearl. مشروع بعده under construction، والشقة الافيلبل فيه هن 2 دوبلكس على اخر طابق. كل دوبلكس مساحته 357 متر مربع.
إليت بيرل مشروع سوبر ديلوكس هاي كواليتي فينيشينج من الدوبلكس فيو جبل وبحر بالإضافة لثلاثة باركينج أندر جراوند وديليفري ديت بسمر 2014. ببيروت وتحديداً بمنطقة الأشرفية عم نتعرف على مشروع سكني جديد under construction حالياً مؤلف من 10 طوابق، كل طابق شقة بمساحة 184 متر مربع، ثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر بيدروم. هالمشروع اللوكيشن بيتميز بأكسي سريع على كذا أوتوستراد، أوتوستراد المتحف أو طلعة سيسين أو طريق فسوح اللي بتخدنا على داون تاون بيروت أو طريق المتن. خلينا هلا ناخذ تفاصيل اكثر عن الشقه من جوا. الشقه بقلب المشروع بعدها بمراحلها الاخيره، على شمالي المطبخ، ال 184 متر مربع بالاشرفيه مقسمين بطريقه كثير ذكيه، مطبخ واسع، غرف نوم واسعه، دايننج وريسبشن معهم واجهات واسعين كثير ومطلين، بالاضافه لاي سي سنترال للريسبشن بس. عمار سوبر ديلوكس، مواصفات المشروع حلوه كثير، بيتضمنوا جنريتر، underground storage، underground parking لكل شقة مع بوابة على الريموت كنترول، بالإضافة لبير مي للمشروع قليل لا ينوجد بمشاريع ببيروت. هال 184 متر مربع starting price 2500 دولار بالمتر والتسليم صيف 2013. نحن بطابق 18 بقلب تاور فخم كتير بمنطقة البربير بوسط بيروت. الشقة يلي عم نشوفها فخمة جديدة وجاهزة للسكن، مساحتها 415 متر مربع، تتألف من 4 ريسبشن اريا واسعين مفتوحين على بعضهم مع واجهة كتير كبيرة وحلوة. على يميني من المدخل في عنا أكسي على الكوريدور لأربعة ماستر بدروم وتواليت للضيوف كتير حلو فخم. خلينا نشوف المطبخ هلا من جهة أوضة السفرة ونفوت عليه لجوا. فتنا على المطبخ ومثل ما شايفين شكله ولونه للمطبخ مودرن ولابق لهالشقة الفخمة. والشيء المميز بهالتاور انه مجهز لغاز، استعمال غاز من مصدر واحد، خزان كبير للبناية يستفاد منه لغاز الطبخ والغاز للشوديرات والتدفئة. فتنا هلأ على كوريدور غرف النوم، مثل ما قلنا فيها 4 ماستر بدروم. هاي الغرفة تعتبر الماستر بدروم الأساسية لهالشقة، أكيد AC Central Controller مع خزانات بالحيط وفيو لواجهة 90 درجة على ميلة الجبل، حلو كتير. طابق 18 من هالتاور هو شقة مميزة، منظر رائع، مواصفات شقة سوبر ديلوكس، اكسسوارات مستوردة من أوروبا، 2 إليفيترز للسكان والضيوف بالإضافة لسيرفيس إليفيتر و إمرجنسي فاير إكزيت أكيد للحالات الطارئة. عنا جنريترز 2، واحد 24/7 والتاني باك أب. في كمان سيكوريتي 24/7 بالإضافة لأكسي على 3 باركينج لهالشقة من بوابة على الريموت كنترول. 415 متر مربع من خلالهم 4 ماستر بدروم. حالياً سعر الشقة بالسوق 2,150,000 دولار. شاليه فخم كتير للبيع بمنطقة كفر دبيان بمشروع مزار دوميل جراوند فلور، خلينا نشوفها سوا. مساحة الشاليه من جوا 90 متر مربع، عيميني American Style Kitchen مفتوح على الليفينج اريا، بالإضافة لدايننج تيبل بتفتح بتسكر كرمال المساحة. الليفينج اريا فولي ديكوريتد بخشب السنديان أكيد،
مجهزة بشوميني للشتوية وسبلت اي سي للصيفية مع بالكون مطل على فيو لجنينة. الشاليه خلالها كمان غرفتين نوم مع تواليت تيتون مجهزين كمان بسبلت اي سي. تابع لهالشاليه اثنين استوديو تحت الارض بمساحة 25 متر مربع تقريبا لكل استوديو، فولي فرنشت يستفاد منهم للزوار، بالإضافة لستورج روم وسكي بوكس وأكيد باركينج تحت الأرض. 90 متر مربع شاليه بالمزار دوميل حالياً ب 850 ألف دولار. رملة البيضة المنطقة الذهبية، منعرف أكثر بريل استيت نيوز. من العام 2000 وأسعار الشقق السكنية برملة البيضة عم ترتفع بشكل ملحوظ نظراً للمنظر الخلاب على البحر ولنوعية البنايات الفخمة وللشهرة يلي اكتسبتها المنطقة بفترة الستينات. على الواجهة البحرية بتتراوح اليوم ثمن الشقة بين 5000 و 9000 دولار أمريكي للمتر المربع، كما أنه الأسعار بشارع أديسون بتبتدي اعتباراً من 6000 دولار أمريكي للمتر المربع. وهيك منشوف أنه رملة البيضة بعدها بتجذب الزباين على الرغم من الأزمة الاقتصادية. أما العقارات القابلة للعمار برملة البيضة فعددها قليل ما بتتجاوز 8 عقارات، علماً أنه كلفة العمار برملة البيضة هي إجمالاً أدنى من الكلفة بوسط بيروت، كون الشروط المفروضة من سوليدار على البنايات الجديدة عم بتأدي بطبيعة الحال لارتفاع كلفة العمار. مع الخبر حلقتنا بتكون وصلت لنهايتها. إذا عندكم أي سؤال فيكم ترسلونا على البريد الإلكتروني info@propertyyours.com. للمزيد من المعلومات تابعونا على الموقع الإلكتروني www.propertyyours.com، وكمان ما تنسوا صفحتنا على فيسبوك. أنا بشوفكم بكرة، بونسوار.